وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة جديدة من صباحنا. فقرتنا اليوم يمكن ريحة حلوة عن العطور. ريحتها حلوة تماما. خلينا نحكي اليوم، أكيد عالم العطور هو عالم كتير كبير وواسع، ولكل عطر يمكن في له جاذبيته، في سر خاص له. كلنا نعرف أنه هي ممكن تتكون من مواد طبيعية نباتية وحيوانية أو حتى صناعية. اليوم رح نحكي عن هي المهنة الجميلة. كل شخص بتحسي بتميز برائحة عطر معينة، يعني في إلى ذكريات كمان بتحسي. يعني أنا بعرف أشخاص يعني ريحة عطر بتذكرني بالشخص الفلاني، أو بعرف أنه بهذا المكان كان موجود هذا الشخص من ريحة حتى مواقف عطر. مو ممكن أشخاص صحيح ممكن تتذكري فترة معينة بحياتك الذاكرة في بعض الأوقات يا هادي. اليوم رح نروح لهي المهنة الجميلة، نعرف اليوم كيف بيتم تركيب العطور وكيف بيتم اختيار خلينا نقول المواد الأصلية اللي بتساهم بنجاح هي التركيبة. أكيد هاي المعلومات حيخبرنا عنها مثل ما بنقول المختص بهذا المجال وضيفنا لليوم. رح نروح لنصبح عليه وهو السيد ميشيل حداد، مدرب مختص في تركيب العطور. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباحكم عطر والشي. صباح المشاهدين الإخبارية عطر كلهم دائما. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم يا رب. نورتنا. خلينا نبدأ شانيل. هلا هاي تركيبة صيفية طبعا، يعني من عدة مواد، فينا نقول مثل الشانيل، الجود جير، جوز الهند، بعض الفواكه، لأنه نحن دائما بالمواسم السنوية إن كان صيف أو شتاء أو خريف لازم نستخدم شيء مواد تناسب الفصل اللي نحن موجودين فيه. أكيد ريحتها راكزة دائما بيكون قوي، يعني بيضغط تمام. فيها جزء من الشانيل. قبل ما نعرف هيك تفاصيل عن هيدي الروائح والأنواع العطور، خلينا نتعرف من حضرتك عن تاريخ العطور، كيف بلشت؟ هلا تاريخ العطور بالثقافة بجوز العامة العالم بتفكر انه فرنسا هي اول مين بلش بالعطور، ولكن احنا الحضارة بلشت ببلاد ما بين النهرين، بلشت عند الفراعنة. الفراعنة كان اول مين استخدم العطور، كانوا يجيبوا الورد ينقعوه بمي، ينتظروا عليه يومين ليتفاعل او يتخمر مع بعضه، بعدين يعصروا الورد يستخلصوا منه ماء الورد اللي موجود معنا كمان هلا، ويستخدموه بالتعطير. هلا فيما بعد الفراعنة عملوا للملوك تبعهم عطر اسمه سر الخلود، صاروا يعطروا فيه الموتى للفراعنة. بعدين انتقلت حضارة العطور أو صناعتها للحضارة اليونانية والرومانية بأوروبا، صاروا يستخدموا العطور ببعض مواضيع التداوي والعلاجات. بلش العطر بفرنسا عام 1730، انعمل أول عطر كانت مكوناته من إكليل الجبل والكحول، كانت أول مرة تستخدم الكحول بالعطور، وهذا العطر حقق كثير فوائد علاجية بالإضافة لرائحته الفواحة. اليوم هذا المجال بحاجة لدقة وإبداع. اليوم يعني ما في أي حدا يعني اليوم حب يفوت بهذا المشروع يقعد يركب من عنده. اليوم في نسب، يعني اليوم أكيد طبعا في نسب محددة حتى نحن نقدر نكون هذا العطر، مو دائما العطر بيمشي حاله مع بعضه يعني إنه حيوانا لا طبعاً. العطور هي مكونة من 8 عائلات عطرية. أنا بدي أسألك عن هدول، شو هنن الزيوت العطرية المستخدمة ضمن العطور؟ هلا الزيوت الموجوده بالاسواق العالميه والمحليه هلا هي زيوت العطور الفرنسيه بالنخب الاول، في عندنا السويسريه، في عندنا الانجليزيه، في عندنا الاسبانيه، في عندنا الالمانيه، يعني هدول بشكل عام الموجودين بشكل عام بكل دول العالم، وبالمحليا عندنا موجود الفرنسي السويسري الاسباني. بس بتختلف الجوده، بتختلف الاسعار، طبعا الفرنسي اغلى بيكون، السويسري صنف ثاني يعني ممكن يكون سعره اقل بشوي، بيتدرج اي تماما بيتدرج بينزول حسب الجوده والسعر تمام. اليوم نحن في محلات كثيره اليوم للعطور، في اشخاص كثير عم يدخلوا بهذا المجال، مجال تركيب العطور. طب نحن اليوم كيف بنقدر نميز بين العطر الاصلي من العطر التقليد؟ شو هيك تخبرنا اسرار اليوم عن هذا الموضوع؟ هلا العطر الاصلي يعني فينا نميزه اول شيء من العطر نفسه، يعني العطر قد ما كان ملون بده يكون شفاف، العطر الاصلي بده يكون شفاف لانه جوده الزيت بتكون كثير عاليه بالاضافه للكحول اللي عم يستخدم فيه بيكون نسبته 99.9%. العطر الاصلي بيحقق الهرم العطري. في شيء اسمه هرم شو عطري. شو يعني هرم العطري؟ تمام، في شيء اسمه هرم عطري بالعطور، كل انينه زجاجيه عطريه فيها مثلث عطري بيتالف من مقدمه العطر، صلب العطر، وخاتمه العطر. يمكن هاي المعلومات اول مره بنسمعها، وبعض المشاهدين اول مره بنسمعها. احنا بنشوفها كيف بيطبقها يعني، بس احنا ما بنعرف شو عم يعمل. تمام. هلا مقدمه العطر هي اول 5 دقائق او تقريبا فينا نقول اول 10 دقائق ل15 دقيقه من ما نرش العطر، بنشم ريحه العطر بيعطينا اياها مقدمه العطر. هلا صلب العطر بتكون هي الريحه اللي بنشمها من 20 دقيقه ل60 دقيقه، هاي اذا كان العطر اصلي.
قاعدة العطر أو خاتمة العطر الريحة اللي بنشمها من 6 ساعات وما فوق للعطر نفسه ممكن يستمر لأيام. طبعاً العطر الأصلي بيحقق الهرم العطري. فينا نحن الزجاجة، إذا نحن رجعنا الزجاجة نشاهد فيها فقاعات. تمام؟ هاي الفقاعات إذا استمرت من 10 ثواني إلى 15 ثانية فالعطر أصلي، أما إذا اختفت فوراً فهذا العطر ماله أصلي، مكون من طبقة واحدة للعطر. خلينا نجرب إذا أصلي ولا مو أصلي. أي طبعاً بإمكانك تجرب بإيدك وتشوفيها. اليوم العطر دائماً بيأثر على المزاج، على الحالة النفسية، بيعطي هيك صفاء اللي بتعلق بالروح، وإنه هو بتعلق بأشخاص يمكن مرقوا بحياتنا، بنرجع الذاكرة من أول وجديد، إذا بنرجعنا شميناها بنتذكرهم. شو رأيك أول شيء نطبق هيك شيء اليوم على ذوقك؟ شو حابب تطبقنا؟ يعني اليوم فينا كونه نحن بموسم الصيف نعمل تركيبة فيكتوريا سيكريت مع مسك الرمان، عطر كتير صيفي نسائي. خلينا نطبق. تمام. والحالة المزاجية اللي كنا عم نتحدث عن تحدثي عنها هوا طيف كتير طبعا بتأثر، لأنه نحن أول شيء لازم نعرف نحن شو منحب من العطور. نحن شو اللي منفضله من العطور؟ منفضل الفواكه الحمضيات، منفضل مثلا الزهور الأعشاب. تمام. طب اليوم خلال فصل الصيف شو بتلاحظ أكتر شيء الشباب والصبايا عم يطلبوا منك؟ نوع عطورات معينة ممكن أنت كمان تقترح عليهم أنواع معينة وهن فعلا ينعجبوا فيها؟ هلا فصل الصيف دائما انا بنصح بالعطور اللي فيها فواكه. حلو. كان شباب او صبايا، حتى اذا كان في لهم هن عطور بفضلوها بشكل عام، مثلا بيجيني اشخاص بيحبوا اللاكوس، بيحبوا الهوكو، بيحبوا اي شيء، فانا دائما بنصحهم بشيء ينخلط معه يكون فواكه، لانه مثل ما حكينا عن الحاله المزاجيه، انه انا بفصل الصيف عم تعرض لحراره عاليه وشوب كثير، فانا بدي شيء يحسسني بالانتعاش، يحسسني انه انا منطلق ببدايه نهاري لشغلي لعملي لأي شيء بدي يساويه بانتعاش كامل. فدائما طبعا. أنا بنصح بهذا الموضوع ضروري، على نحن حطينا الزيت ونضيف الكحول. شو حطينا أول شيء أستاذ؟ حطينا أول شيء زيت العطري. قدي حطيت النسبة؟ هلأ حطيت أنا نسبة زيت فيكتوريا سيكريت 7 ميلي، حطيت مسك الرمان 3 ميلي، رح نخلطهم مع بعضهم نحن، ضفنا الكحول لباقي القنينة. هلأ طبعا رح تصير عملية الخلط بشكل هرمي مثل ما حكينا عليه. طيب اليوم انت اخترت النسبتين على اي اساس؟ يعني اخذنا 7 و3 رمان على اي اساس؟ تمام، لانه مسك الرمان هو كثير مركز، كثير نسبته مركزه، فنحن فيكتوريا سيكريت هو عطر كمان ممتاز صيفيا، نسبته خفيفه، فانا بعلي نسبه العطر الخفيف وخفت نسبة العطر الثقيل اللي هو بلشت تطلع ريحته. تمام، بلشت تروح بلشت تفح ريحته. تمام. انا ما بحب الروائح الصيفية، ما بحب الفواكه. خفت نسبة مسك الرمان لأنه هي كثير عالية. ضفنا كحول أستاذ مشيت. ضفنا كحول. أيوه. اليوم في أشخاص بعد ما تجهز علبة العطر وتعطيها حضرتك لإله، في بعض الأشخاص بيوصوا إنه حطوها بالثلاجة لتاني يوم، هل هذا الشيء صح؟ لا، بصراحة اللي العطور اللي بيطلبوا منه إنه يحطوها بالثلاجة فهو العطر ما له أصلاً، لأنه العطر هي ما له مادة باردة أو حافظة نحطها بالثلاجة أو مثلجة. العطر هي مادة من الأساس كيميائية لازم تكون باردة بشكل طبيعي، بحيث إنه نحن لما بنبخها على الجلد أو على الملابس بحس ببرودتها بشكل طبيعي بدون ما نقربها على الثلاجة. قال شو بتتقل؟ بيقولوا لك بتتقل يعني او بتركز أبداً. اكثر؟ بالعكس، العطر اللي بنحط بالثلاجه اذا كان اصلي بتتفكك المواد الاساسيه تبعه. نحن العطر الاصلي لما بنجيبه بنحطه بمكان معتن. هلا انت مثل ما انك شايفه الزجاجه اللي انا عبيت منها هي سوداء. تمام، هذا العطر ما لازم يشوف الضوء وما بده مكان بارد، هذا بالعكس بده مكان معتن ما يجي ضوء لحتى هو يحقق التفاعليه الاكبر، يعني كل عطر كل ما تعتق كل ما كان افضل. بس نحن بنشوف المعروضين بزجاجات شفافه ضمن المحلات. هلا هدول الموجودين بالزجاجات الشفافه يعني انا ما بدي سيء لهم، بس هي نخب ثالث. يعني لا نحن بدنا نحكي اليوم، انت عم تقلي انه اليوم كل ما كان عاتم العلبه بتعتق. تمام، هي الموجودين بتعطي نتيجه افضل. الموجودين بزجاجات شفافة هي مثل ما حكيت لك بيكون صنف ثالث أو نخب ثالث، هي جودته أقل بصراحة. ريحتها كتير طيبة. كتير طيبة صيفية. تمام. طلعنا أستاذ دائما بيقولوا لنا حطوا يعني ما تشموا أكثر من عطرين ما بقى في قدرة. المحلات بشكل عام بيستخدموا مثلا القهوة أثناء لما تشمي عطر أو عطرين ثلاثة حتى ترجعي تقدري تميزي
بيقولوا لك شمي قهوه او شمموك قهوه لتقدري ترجعي تميزي الروائح من بعضها. طيب اذا بدنا نثبت هيدي الروائح، وين الاماكن اللي ممكن احنا نحطها على النبض هون، او خبرنا اكثر مشان طبعاً فعلا هي ضاين هي الريحه لنا؟ طبعا هلا نحن فينا نبخها على النبض هون عند الساعد من جوا قفا الادنين او عند الرقبه طبعا بشكل طولي، اماكن اللي بيكون فيها نبض حيوي. على الثياب بنبخها بنبعيد طبعا بشكل انه يوصل على الثياب. طبعا العطر الاصلي ما بياثر على الثياب او ببقع، بالعكس سبراتيته ممكن تكون اكبر ويوصل لايام طويله، حتى احيانا ممكن يضل يومين ثلاثه الريحه موجوده على العطر اذا كان عطر اصلي. ممكن ترش تبخه وبعد دقيقتين ما تلاقي. هذا العطر اللي بيتكون من طبقه واحده اللي هو ما له اصلي ابدا، هو تقليد. اليوم هذا الشيء بيعتمد على خلينا نقول امتياز المواد، وانه المواد تكون اصليه، وايضا اليوم صاحب المهنه يكون عنده حب وشغف وضمير بهي القصه. يعني انه اليوم انا هي بالنهايه سمعه، يعني انا اليوم حاخذ من عندك مره، حارجع لعندك مره ثانيه وقت بده يكون المنتج جدا جميل. قد ايه لك بهي المهنه استاذ ميشيل؟ هلا يعني انا صلي فيها زمان منيح، كنت عم بشتغل فيها، بلشت فيها كتسويق بالاول شيء، اشتغلت فيها بشكل عام. أثناء عملي بالفترات الماضية يعني ضمن مجال مثلا العمل الإنساني، كنت شارك مع جمعيات محلية بمجال العمل الإنساني، فكنت أنا زاول هاي المهنة بعد الظهر وتعمقت فيها بشكل كتير كبير، حتى صرت أبحث عن تفاصيلها، أبحث عن بداياتها، عن المواد الأساسية، فوت على مواقع عالمية للعطور. شجعوني اصدقائي وزملائي بانه انا كنت الصبح لما نلتقى اكون منزل معي تصنيفه عطورات جديده، بلش بخلون قول لهم صباح الخير، يقولوا لي صباحك عطر. فانشات اول ما انشات صفحه صباحك عطر، بلشت شارك العالم المعلومات عن العطور، من شو بتكون العطر، كل عطر شو هي المواد المكونه منه، من المثلث العطري، سجل نزل كل شيء معلومات جديده عن العطور. بعدين صار انه احد المراكز الخاصه دق لي قال لي نحن حابين تستلم دورات تركيب عطور عنا، بدنا نعمل دورات للشباب والصبايا يبلشوا بهالمهنه ينطلقوا فيها تعلموا اسرارها. فقلت لهم اوكي، فبلشت احضر وقتها برزنتيشن نظري وعملي عن موضوع العطور، وبلشت فوت بهالمجال بشكل اكبر ومستمر فيه الحمد لله ان شاء الله. ميشيل يعني خبرنا، بنسمع عن المثبت العطري، شو هو وليش نحن بنستخدمه اليوم؟ هلا للصراحه المثبت العطري بالعطور الاصليه ما بنستخدمه، ما له استخدام، لانه العطر الاصلي جوده زيت بدت مثل ما حكينا هي عاليه، جوده كحول كمان عاليه 99.9%، فهو غير بحاجه للمثبت. المثبت عم نستخدمه بالعطور اللي جودتها قليله جدا اللي هي بحاجه للمثبت العطري. هلا هو المثبت هي ماده كيميائيه ما لها لون ولا ريحه، وانما بتساعد اصناف العطور الغير اصليه والتقليديه، بتساعد الزيت العطري والكحول انه ما يتطاير بسرعه، يعني بخفف تطايرهم لحتى يضل على الجسم او على الملابس وقت اطول شوي. والا هو يعني بصراحه هو خدع، اذا كان واحد عم يستخدم شيء اصلي فهو ما له وجود المثبت. طيب استاذ ميشيل، اليوم دائما نسمع انه بعض الاشخاص اللي عندهم مشاريع يدويه، خلينا نقول اليوم مثل تركيب العطور او الاعمال اليدويه، بيعانوا من موضوع ارتفاع الاسعار الاوليه او عدم توفرها بالاسواق بالشيء المطلوب، اليوم هي ايضا عندك اياها مشكله؟ هلا هي ما لها مشكله لانه انا بواكب السعر. يعني انا مثلا الاشخاص اللي بتعامل معهم بمواد عطور بالجمله دائما انه في ابديت، انه مثلا صار مثلا لنفرض جرام العطر الفرنسي ارتفع 1000 ليره، ارتفع 2000، السويسري كمان ارتفع، نزلت مثلا تشكيله جديده، ارتفعت اسعار الفواره، فانا على طول ابديت، فعم حاول دائما انه ما انواع بهي المشكله، وبنصح كل مين بده يشتغل بهذا المجال دائما يواكب، يشوف شو في جديد، يكون ابديت مع اي حدا بيتعامل معه. اليوم كثير في اسعار بارتفاع العطور، يعني هلا عم تحكي انت عالميا ولا محليا؟ لا عنا يعني اليوم العلبه اللي كنت تجيبها بالرقم الفلاني عم تروح تلاقيها بضعفين او ثلاثه. هلا هون بيعود لحسب انت قديش استخدم زيت، قديش استخدم مواد، يعني انت مثلا انا فيني اعمل لك قنينه لو نفرض بسعر معين بس هي جودتها عاديه، فيني اعمل لك قنينه بسعر معين هي جودتها متوسطه، فيني ارفع لك جوده العلبه كثير تقعد معك الريحه يومين ثلاثه لتبخي رد مره ثانيه منها، بس لكن تكلفتها اكبر. نحن كل ما رفعنا
نسبة الزيت بالقنينة كل ما صارت جودتها اعلى. اليوم ردك مهني علي استاذ ميشيل، عم تقلي انت اليوم عم ترفع النسب، ولكن الاسواق بعض الاشخاص بيقولوا لك القنينة الصغيرة بالسعر الفلاني، القنينة الكبيرة بالسعر الفلاني، يعني اليوم انت هنن عم يحصصوك على حجم القنينة وليس على النسب طمع. مثل ما رديت عليه بشكل مهني. هاي اللي انا كنت حابب اوصلها للناس، هي ثقافة العطر. احنا لازم نعرف هذا الزيت نحن عم نستخدمه قد ايه حقه، هل هو فعلا اصلي تمام ولا لا، النسب اللي نحن عم ناخذها من المحلات مزبوطه ولا لا. انا هاي الشيء اللي عم بشتغله، اللي وصل ثقافه العطر للناس بشكل عام من خلال صفحتي ومن خلال عملي. أكيد. دائما بشرح، يعني اي حدا بيجي لعندي بشرح له وبقول له وبحاول دائما انه يكون في عندي مبيع اكثر من الربح. يعني انا بهمني الناس تستمع اكيد تمام، تصير تعرف ثقافه العطر، تنبسط بالعطر مثل ما انا ببسط فيه، كثير بحبه لهذا المجال. فللاسف انه بعض الناس عم يستخدموها بشكل تجاري، عم يحققوا ارباح على حساب انه تكون الجوده قليله. بالاضافه انه عم يستغلوا انه هاي الاشخاص ما عم تعرف كثير ثقافه عطر، ما عم تعرف معلومات عنه، فمشان هيك عم يصير هذا الموضوع. تمام. بالختام بدنا نشكرك كثير سيد ميشيل حداد، مدرب مختص في تركيب العطور. صباحك معطر واهلا وسهلا فيك، نورتنا. صباحكم كل عطر. اهلا وسهلا. شنو عطرك المفضل؟ والله انا بحب دافيدو، بس هلا بالصيف ممكن استخدمه كول ووتر، دافيدو في كول ووتر لانه هو صيفي، اما بالشتاء دافيدو. شكرا استاذ ميشيل، هيك زينت صباحنا بهالمعلومات الحلوه وبالروائح الجميله. الله يخليك. يومك حلو. الله يخليك. صباحكم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك.